السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد لقائمة أقوى 10 ألعاب بقى على قيد الحياة جديدة على الجوال. بدون ما نطيل كثيرا، شكرا على تعليقاتكم الجميلة، وهيا لنكتشفها معا. بروجكت آيلاند هي لعبة سورفايفل، حيث تنزلك اللعبة في جزيرة مهجورة لوحدك وعليك أن تقاتل من أجل حياتك. في اللعبة سيكون عليك جمع موارد مختلفة مثل الطعام وغيرها من الأشياء كالخشب الذي يمكنك قطعه من الأشجار وبناء منزلك الخاص لحماية نفسك. يمكنك أيضا اصطياد الحيوانات واستخراج الموارد المختلفة منها. كما يمكنك استكشاف الخريطة الواسعة في اللعبة بحثا عن الطعام والموارد. المميز في هذه اللعبة هو أنه يمكنك أيضا مهاجمة الجزيرة المجاورة لك ونهب الموارد المختلفة منها أيضا. The Last Map هي لعبة سورفايفل من منظور الشخص الأول. في هذه اللعبة ستواجه تحدي البقاء على قيد الحياة في وسط المحيط، حيث تعيش شخصيتك الرئيسية على طوف يطفو في البحر. سترى بعض الموارد تطفو حولك وعليك استخدام خطافك لإحضارها لقاربك، ولكن هناك شيء واحد يجب الانتباه إليه، ألا وهو أسماك القرش التي تحيط بك في كل مكان والتي يمكنها في أي وقت مهاجمة طوفك أو مهاجمتك. يمكنك أيضا استكشاف العديد من العناصر وجمع مواد معينة تساعدك في تطوير طوفك وإرجاعه لقارب. ستتمكن من إكمال المهام عند كشف ألغاز مشروع الجزر الأجنبية. Earth Revival لعبة حركة من منظور الشخص الثالث، تأخذك إلى عالم الخيال العلمي، حيث تتحكم في أحد الناجين القلائل من الغزو الفضائي الذي ترك الحضارة على حافة الدمار. في اللعبة سيكون عليك استكشاف جميع أنواع الأماكن الموجودة في هذا العالم المفتوح الشاسع أثناء جمع الموارد ومحاربة جميع أنواع التهديدات. المميز في اللعبة هو أن لها جزء سينمائي رائع فيما يتعلق بالقصة، وهذه هي أحد الميزات التي ستميز اللعبة. أشفل لعبة إطلاق نار جديدة قادمة للسنة المقبلة، حيث تدور اللعبة بأكملها في عالم ما بعد نهاية العالم الحالي، حيث ستكتشف مناطق خطيرة وستواجه العديد من المخلوقات الغريبة وحتى الأشخاص الذين سيقفون في طريقك. لذلك كل ما مطلوب منك فعله هو محاربتهم وجمع الموارد المسروقة من أجل بقائك حيا. بالإضافة إلى أن اللعبة تحتوي على مجموعة من الأسلحة الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى عالم مفتوح شاسع ورسومات جبارة، في رأيي ستكون من أفضل ألعاب السرفايفل التي ستصدر في السنة المقبلة. بروجكت وينتر هي لعبة عبارة عن لعبة استراتيجية وبقاء على قيد الحياة، حيث تأخذك إلى أرض قاحلة غارقة في برد الشتاء القارس. ستلتقي بسبعة لاعبين آخرين، من بينهم تاجر واحد أو أكثر، وقد تكون واحدا منهم. والهدف بالطبع هو إما تحديد موقع المحتالين أو الهروب اعتمادا على الدور الذي تم تعيينه لك. وهناك أيضا نظام صياغة لصنع العديد من الأدوات أو الأسلحة وأيضا الطعام للتغلب على الجوع. تبدو هذه اللعبة صعبة بعض الشيء للمبتدئين، ولكن بعد لعبها لوقت قليل ستفهم بالتأكيد طريقة اللعب. بالإضافة إلى أن اللعبة تسمح لك بتصميم شخصيتك الخاصة مع خيارات مختلفة من أشكال الجسم والملحقات. لعبة ماي تايم ات بورشا قليل ما تجد لعبة سورفايفل أوفلاين بهذه الجودة. هي لعبة عالم مفتوح تمكنك من التحرك وجمع الأخشاب والعناصر الأخرى التي ستحتاجها للبناء والبقاء حيا، كما هو معهود في ألعاب السورفايفل. وللإشارة، هي لعبة سينجل بلاير فقط. المميز في اللعبة هو الرسومات الجميلة والمريحة، لكن للأسف اللعبة جاءت مدفوعة بسعر $8. بروجكت رايفل هي من ألعاب السورفايفل التي تقوم على عنصر القصة، وهذا شيء جميل، المتركزة على الفضائيين وقدومهم إلى الأرض لتدمير البشرية، وتستند اللعبة بأكملها على المستقبل. فإذا كنت من محبي ألعاب الخيال العلمي وغزو الفضائيين فستحب هذه اللعبة بالتأكيد، فهي تحتوي أيضا على مجموعة من الأسلحة المتطورة التي تساعدك على محاربة الأنواع الغريبة. بالنسبة للقصة فالظاهر أنها ستكون رائعة، فهي تحتوي على مشاهد رائعة وتشعر وكأنها لعبة قادمة على أجهزة الكونسول. بشكل عام الظاهر أنها ستكون لعبة خرافية، وقد نعمل عليها فيديو عندما تصدر إن شاء الله.
بروجيكت ستارز. من أقوى ألعاب التي صدرت على الجوال في هذه السنة هي لعبة سيرفايفل واستكشاف متعددة اللاعبين. تقدم لك اللعبة خريطة ضخمة به العديد من المجرات، وكل مجرة فيها العديد من الكواكب، عالم شاسع كبير يمكنك استكشافه. لعبة رائعة تقدم رسومات مذهلة وأدوات تحكم جيدة، ولديها إمكانات كبيرة، ولكن للأسف الآن اللعبة في اختبار تجريبي، لذا فهي متاحة فقط لمناطق محدودة. كيميرا لاند، وهي لعبة MMORPG تدخلك في عالم مفتوح واسع ومليء بجميع أنواع المخلوقات والوحوش المختلفة. اللعبة كذلك تمنحك كوكبا يمكنك استكشافه عن طريق البر أو الجو وكذلك البحر. ستدخلك في تجربة قوية يجب عليك فيها أن تستغل الأسلحة المتاحة لديك لأقصى درجة من أجل البقاء على قيد الحياة. والجميل في اللعبة أنه تمكنك من صنع أسلحة وبناء مباني لتعيش فيها شخصيتك. ستختار المكان الذي تريد الاستيطان فيه، إما في قمم الجبال أو على ضفة النار، فأنت الذي ستقرر مصير الشخصية بناء على القرارات التي ستتخذها. رود ريدمبشن، لمن لا يعرف هذه اللعبة فقد كانت متوفرة فقط في أجهزة البي سي والكونسول، وقد حققت فيها نجاح كبير ومن الرائع رؤيتها على الجوال. فكرة اللعبة أنك ستقود دراجة نارية التي ستختارها، وعليك التقاط الأسلحة المتواجدة في مضمار السباق واستعمالها ضد خصومك لإخراجهم من السباق لكي يسهل عليك الفوز وتحقيق المركز الأول. للأسف اللعبة ليست مجانية بالكامل، عند إتمامك لعدد معين من المهام سيطلب منك شراء لفتح باقي المهمات، أما غير ذلك فاللعبة خرافية وجيدة للغاية. ولتكون هي ختامنا لهذا الفيديو، لا تنسى كتابة لي في التعليقات ما اللعبة التي أعجبتك في القائمة، أو إذ كان عندك أي سؤال تريد طرحه رجاء لا تتردد واكتبه لي في التعليقات فإني أجيب الجميع. أصدقائي الجميلون، لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك إذ لم تكن لم تشترك بعد، وأقول لكم سلام الله عليكم.